الو، ايه كندا، كيفك؟ نازل على حلب فورا؟ طيب اسمعي، نص ساعة بس، بوصلي رام على بيت عمته وبجي باخذك. ايه انا هلا عم بحكي معك من معلولة. مو مشكلة، ما في داعي، بقصد ما في داعي تعذب حالك لأنه ما عندي وقت، بس ارجع من حلب بنحكي. الأستاذ مطر رح يوصلني، لا تقلق. باي. بابا viens viens voir. أنا جاهزة أستاذ مطر. ولا يلا خاطركم، ديروا بالكم يا شباب. الله معك أستاذ، الله معك. المنهاج الجديد صعب كتير وأنا ما عم بقدر فهمه يا لتالا، والمشكلة إنه خلقي ضيق كتير. ولا يهمك مدام، رانيا شاطرة كتير وفوق هيك بالها طويل وصبورة، يعني ما تخافي من هالقصة. دايما إن شاء الله. ميرسي. إذا ما حبيتي بفضل تعمل لك شيء تاني. لا لا بالعكس، طيب كتير، بس أنا شبعت. ميرسي. بدي إياكي تفضيلي حالك 3 ساعات باليوم، يعني من 4 للـ7، وايام الفحص الوقت مفتوح، بيناسبك هيك؟ حاضر. طبعا التدريس رح يكون بغرفة تالا، بليز ما بدي اي ازعاج، لانه من 4 للـ6 هذا وقت نومي. اكيد. في شغلة مهمة، تالا شوي خلاقها ضيقة، يعني بدك تستوعبيها شوي، ما لها خلق على القعدة يعني، سايرية معلش؟ ان شاء الله مدام، رح اعمل كل جهدي. لو سمحتي أي ملاحظات بتقلي لي إياها إلي وأنا بتصرف. ان شاء الله. طبعا التدخين ممنوع. انا ما بدخن. اذا هيك اول كل شهر تستلمي مني 3000 ليره، تمام؟ تمام. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا استاذ سمير. اهلا وسهلا. اسمح لي اقول لك انه مسلسلك الاخير كان كثير حلو. شكرا شكرا، هذا من لطفك. مو انت بتتدربي بمكتب الاستاذ كريم؟ مزبوط انا. ايه تذكرتك، اسمك كان نادين. نادين، فعلا نادين. والمدموزيل؟ المدموزيل اسمها رانيا، صديقتي، وهي اللي حتدرس تالا الله يسلمها. تذكرت مدام عبلة بعتتكم، ما هيك؟ مزبوط، مدام عبلة اتصلت فيني خصوصي لحتى ادبر لها معلمي. ممتاز ممتاز، والواقع تالا عم تعذبنا كثير صغاليا. يا سليمة اعطيني نسكافيه. حبيبي عندك موعد ضروري، انت نسيان؟ انا نسيان؟ ذكريني شو الموعد؟ موعد مع النجار اللي بده يسوي لك طاولة كمبيوتر. ايه مع النجار. لكان انا راح اشرب النسكافيه بغرفتي مشان ما اتاخر على النجار. بالاذن. اذنك معك استاذ سمير. نحن فينا نبلش من بكره ما هيك؟ اكيد طبعا. طيب نحن لازم نستاذن هلا. اهلا وسهلا. فرصه سعيده مدام. اهلا وسهلا. توصينا بشي؟ بدي سلامتك. يلا باي باي. يلا بخاطرك. مع السلامه. الله يسلمك. ما تاخري بكره. ان شاء الله. Papa, tu m'as pas vu? ايوه صباح الخير. صباح النور. ليش هيك معصبة حالك؟ كلهم طلعوا بكير بلا فطور وانا ما بحب اكل لحالي، حسيتك تعبانه شوي.
قلت لحالي يا بنت اعملي لك لقمه واطلعي لعند حنان. يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك، قسما بالله خجلتيني. بدي اياكي انت ما تخجليني وتاكلي معي. انا خجلك؟ بيكون كتر خيري اذا تركت لك لقمه تاكليها. ان شاء الله صحتين. يا روحي حالك. اذا الي نصيب باكل. واذا خلصت لك يا هون بيكون مالي نصيب. لا يا ستي ما راح ارتاح لحتى تاكلي هاللقمه من ايدي. شرفي. يسلموا هالايدين. انا مالي نصيب قال. انا قصدي جبت سيره النصيب. كيف يعني؟ يعني يا حنان انت عملتي اللي عليكي، درستي وتخرجتي وعم تشتغلي الحمد لله. اي مزبوط عم اشتغل. واما بنعمه ربك فحدث. الله وكيلك حامدته وشاكرته وما عم طلع الا مصروفي. هالمصروفي قال ليش انا لي مصروف؟ اجره هالميكرو وحقك لي بهالبيت واللي بيطلع علي لادفع اجاره. مو احسن ما تحتاجي لفلان وعلان؟ بلا اكيد، بس انا فاتحه بيتين رجاء. بتعرف شو يعني بيتين؟ يعني وصلت اللقمه للتم وضاعت. ويمكن مالك نصيب تاكليها، ويمكن له حكمته. بعدين حسب ما قلتي لي دور عن وحده على البركه، يعني يمكن الناس ما كانوا حبوكي فيه، صح ولا لا؟ اي بس كان في من وراء قرشين. ويمكن لا سمح الله كنتي رح تصرفيهم على مكروه. بدي اياكي تقبلي مني هالنصيحه. اصحك ترقدي ورا شغله بدك اياها بالزور، لانه ولو شو ما عملتي اذا الله مو رايد لك اياها ما رح تصير. واصحك تضايقي حالك وتنحري، كله ما بيفيد. شو عامل لك انا؟ ارضي مالك الا الرضا، لانه رب العالمين هو ادرى بمصلحتك. رام حبيبي كيفك طانت؟ سافا وانتي؟ انا منيحة واشتقت لك كتير، ولما عرفت انك جاي لعندي خليت ام وديع تعمل لك فتة مكدوس. شو هالدوخ فتة مكدوس؟ تعبرني، مشان هيك انا حبيت فاجئك فيها. فوت صافي ليش معي؟ لانكم سادين الطريق. ايه صحيح اسفين. تعال حبيبي، جبت له لمطر كمبيوتر جديد، بدي تعطيني رايك فيه. هذا هو. وهي الدش هون كمان. وجبت له هيك مجموعة سيديات ما بعرف انت شوفهم. إذا بدك شي نادي لي حبيبي. إيه؟ انتي تري جونتي يا عبنا. إيه حبيبي. كندا حلوة وظريفة، مو سهل تنتسى. أنا وكندا ما اتفقنا ننسى بعض. بالعكس تركنا بيناتنا خيط حرير يربطنا، ما بينشاف بس ما بينقطع. ليه لساتك حزين لكن؟ يعني هو قلق أكثر منه حزن. الآن أنه ترتبط بحدا غيرك؟ بالعكس، باللحظة اللي بدها تحس كندا أنها بلشت ميل لأي حدا تاني ما بقدر إلا بارك لها الحب أو الميل أو سميه اللي بدك إياه. أما شو ديمقراطي؟ بالعكس ما لها علاقة بالديمقراطية. من الحماقة انك تحاولي تحطي جدار صد قدام الحب. الحب يا عبلة لما بده يعلن عن نفسه ما في قوة بالعالم بتقدر تمنعه. انا دائما بقول له لكريم لما بتحس انك حبيت وحدة غيري خبرني، انا رح اتفهم وانسحب فورا. هاي بقى قمة التعسف. تعسف؟ ليش بقى؟ لانه يعني فيها تهديد مبطن ومهذب، معناه يا انا وبس يا لا. وشو الفرق بين اللي قلته أنا واللي قلته أنت؟ أنا بحب كندا بكل ظروفها، المهم تكون سعيدة. هيك دخلنا بالطوباوية بقى. أبداً، كلامي بعيد عن أي تقييم أخلاقي. أنت بتعرفيني قديش أنا حر وقديش بحب غيري يكون حر. ليش قلقان لكن؟ تصرفت كندا اليوم تصرف ما هو مفهوم أبداً. كيف يعني؟ اتصلت فيني كندا اليوم وأنا بمعلولة، قالت لي بدها تسافر على حلب لأنه أبوها تعبان. لما قلت لها انا بمعلوله انا ورام مستنيني حتى اجي بوصلك حسيت اني نرفزت، وقالت ما في داعي تعذب حالك مطر بيوصلني. هي قالت لك مطر بيوصلني؟ هذا اللي صار. شو جاب مطر لكندا؟ هذا اللي ما فهمته. معك حق، في شيء مو مفهوم. فكرت للحظه اني الحقن على حلب، بعدين تراجعت.
حسيت حالي عم اتولدن، زائد انه انا شخص غير مرغوب فيني بالنسبه لابوها. الحق انصافي، واضح انها سافرت معه لانه مضطره توصل بسرعه لحلب، والدليل انها اتصلت فيك بالاول ولما عرفت انك بمعلوله مع ابنك ما حبت تزعجك. عبله بشو عم تفكري؟ كندا تصرفت بطفوله، بعتقد انها غارت من رام. غارت من رام؟ كيف وصلتي لهالقناعه؟ حطيت حالي محلها، يا انا وبس يا لا، مو انت قيمتني قبل شوي؟ يعني برايك لهذا السبب كانت منرفزه؟ وقررت تجاكرك، يعني حركات بنات. طيب اذا كان تصرف كندا صار مفهوم، بس مطر مشان هيك بدي اياك تسافر وتثبت لها انك حريص على مشاعرها، حتى لو كان ابنك بحضنك، حتى لو كان ابوها رافضك. تصرف صافي، مو دائما الديمقراطيه صالحه، خاصه بهيك مواقف. طيب ورام؟ رام مشتاق لعمته وبده ينام عندها. شو حبيبي؟ اكتب لك السيناريو الكامل لتحركاتك؟ شكرا عبلة. حتى القروض ما قدرت تسكر العجز. نحن هلا بورطة حقيقية، المشروع بحالة شلل تام، وحطينا كل شيء معنا مصاري وعنا تحت ديون. يا استاذ كريم انا جاي لحتى تحل لي هالمشكلة. شكري بك، انا من البداية قلت لك لا تعتمد على موازنة افتراضية. المفروض كان تعتمد على خبير يعمل لك دراسة جدوى اقتصادية. اعتمدت احسن خبراء، مع ذلك تفاجأنا بالعجز. شكري بيك، انت واثق من شركاتك؟ طبعا اكيد. ليش عم تسالني هالسؤال استاذ كريم؟ لا، من باب الاحتياط، لانه الحقيقه العجز اللي عندكم بالشركه ما ممكن انه ينحل الا بدخول شريك قوي كتير يوقف المشروع من اول وجديد على رجليه. منين بده يجي هالشريك القوي؟ الشريك جاهز اذا موجود ايدي بزنارك. بس بالاول لازم نتاكد انه ما في تلاعب من طرف الشركاء. وإذا ما كان في تلاعب؟ معناها الشريك الجديد بيدخل في معه محلل اقتصادي لحتى يعمل بيانات يبين فيها أسباب عجز الشركة. بظن إنه هذا الشيء من حقه، لأنه رح يدخل بنسبة 51%. 51%؟ حقه. على كل حال أنتوا ما في عندكم حل تاني بظن. بس نحن ثلاث شركاء، يعني بهالحالة الواحد منا بيطلع له 16% وكسور بس يعني. والله يبدو انه ما في عندك غير هالحل، لانه هو كمان رح يدخل يسدد العجز والقروض المتراكمه والفوائد، الا اذا كنت انت مستغني عن فلوسك اللي انكبت بمشروع. اسف انه اقول لك انه ما رح يكمل. انا من عندي موافق، بس لحتى استشير شركاتي بالاول. انا بعتقد انه رح يوافقوا، لكن هذا الشيء ما بيمنع الاستشاره. استشيرهم. اذا واحد منهم ما وافق مثلا، معناتها لازم تتأكد انه هو السبب، لانه مو من مصلحته انه يعني ينكشف. بهالحالة شو بنعمل؟ لا لا لا، بهالحالة هي بيجي دوري انا حتى اخلص لك حقك منه. انا مش عارف كيف بدي اشكرك يا استاذ كريم. ولو شكري بيك، نحن قبل ما يكون في بيناتنا عمل نحن اصدقاء كمان. على كل حال انا شو ما يصير معي رح خبرك. وخطر. انا جاهز تحت الامر. سلام. اهلا وسهلا، ان شاء الله عجبتك القهوه. سلم لي ايديك. وديك شرفت. يا ميت اهلا وسهلا، شرفت. الله معك. هلا هي 50 ليره. ايوه. لان السنه دي موجوده؟ لا والله ما انا هون، مين بده اياها؟ الا حكى معك ماهر، يا ريت بس تيجي خليها تحكي معي. يا على راسي. شكرا.
كان قهوه رح ينفجر راس. حقها معك ماهر. مين ماهر؟ ماهر اللي وصلك هداك اليوم لهو. اف ولي علينا، نحلي ما كنت موجوده. ليك حمودي الله يخليك، امتى ما اتصل فيني انا ماني موجوده، ها حتى لو كنت جنبك. ليك نادين، اذا ماهر عم يتغلظ عليك قولي لي، انا بقي مراقبته. ها شو بدك فيه؟ مو محرز تبلي حالك فيه، بعدين اذا بده يضل مصر يتغلظ انا رح احط له حد. طيب بس ليكي ها، انا بامرك ايمت ما بتحبي. مو مبين يا سيد حموده، لانه من ساعه ما طلبت منك القهوه لهلا ما لبيتني. بهي حقك على راسي. ها سوا. لا لا ابدا، الطبخه استوت وصاحبك ناطر اشي صغيره لحتى يتعلق فيها، يعني لو قلت له انه الشريك داخل بنسبه 60% كان وافق فورا. لا اكيد. تفضلي. اما بالنسبه للخبير انا كنت متفق معه سلفا. كيف؟ شو رح نعمل معه؟ يا سيدي رح نعمل له عقوبه شديده جدا ونسرحه لانه غير اهل، وبعدين رح نعينه بمشروع اكبر منه بكثير. طبعا ولو تلميذك. تأمر أمر. لا 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 ابدا، نحن بالخدمه دائما. تكرم تكرم، الله معك. استاذ كريم، هي تقارير الخبره للسيد جرعه كريم وهذا ملف الاستئناف. شكرا نادين. الله يعافيك. هي ثلاثة كوسة وثلاثة بتنجان. تسلموا هديات. الله يعطيك العافية. وهدول الكوسايات والبتنجانات انحفروا ونحطوا بكياس ونضبوا، وبكل كيس في 20 كوسة. بهالسرعة ما شاء الله، بهالسرعة. صرت عليهم كل الليل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلي. إن شاء الله بتصرفيهم بالهنا. نعمة كريم. يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا كريم. سياريتي يا أختي أم وديع تقولي لها المحروس ما يتبطر على هالنعمة. ولك أي نعمة هي ها؟ بدك تضرب انت وهالقرشين اللي عم تزلنا فيهم. ان شاء الله مو عاجبينك هالقرشين. لا يا وديع، شو هالحكي لك ابني؟ ايه خلصنا بقى امي، خلصنا، حاجة بس خرجت سالتينا وسالي حالك بهالشغلة المعتة. هاي الشغلة المعتة اللي ما عاجبتك، عم بصرف عليك وعلى اخواتك وعلى جامعتك من هالكم سحرة اللي ما عاجبينك هدول. من هالكم سحرة؟ ايه. أنا مسامحتك بشرتي. أختي ما بيكفوا هدول، والله ما بيكفوا. والله لعوضك ياهم، والله لعوضك ياهم، وين بدي أروح؟ وين بدي أهرب؟ الله يصرف عمري لأرتاح من العيشة. الله يعينك على هالتخلفة، الله يعينك على هالتخلفة. الله يعيني على أصرف من العيشة يا رب. لك شو عم بيصير هنيك؟ لك فهموني؟ شو عم بيصير؟ مرحبا ودي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله على هالنهار. ان شاء الله. الله قولي لي، قولي لي شو بدي رد عليه ولا
بدي له انه ابنك كسر الرزق كله وعفس الرزق بالاراضي. يا ربي دخيلك الله يصف عمري لا ارتاح من العيشة يا رب. فين عمي؟ بدي اشوفه. دكتور ماني على الزيارة. مساء الخير مدام. مساء النور. الاستاذ مطر مدير الشركة اللي عم اشتغل فيها. يا ميت اهلين وسهلين. عذبته معي بس هو قصر يوصلني لحالي. لا اعوذ بالله هذا واجبي. كلك ذوق يا استاذ. عمام ايش صار؟ الدكاترة عم بيقولوا جلطة دماغية بس هلا حالته مستقرة وإذا ضل هيك للصبح بيكون عدى الخطر. أنا بفضل إني أشوف الطبيب، نطلع على حالة السيد عمر. إيش عليه؟ تفضلوا. عفواً عن إذنكم. أهلين صافي. إيه مطر؟ وصلت كندا على حلب؟ إيه وصلت، ونحن هلأ بالمستشفى. شكراً كثير على اهتمامك، أعطيني إياها أحكي معك. حالتها ما تسمح صافي، أبوها عم يمر بمرحلة حرجة جداً، بجوز يروح فيها. وهي؟ هي على وشك الانهيار. طيب مطر، أنا هلأ على طريق حلب. عملت حادث صغير بالسيارة وعم بحكي معك من عند الميكانيكي. ما بتأخر اسمع. قلت لك كندا انه انا على الوصول. قلت لك كمان اني بحبها. بعيد من هون هو؟ طيب بسرعة يرضى عليك. كندا القعدة هون ما راح تفيد. والدخان كمان ما راح يفيد. فعلا دخنت كثير. قوموا خليني اوصلكم على البيت ترتاحوا وانا برجع بسهر عند السيد عمر. ما راح اترك المستشفى. يا كندا ابوك بحاجه لك وانت مرتاحه وقويه ما هيك؟ بهي معك حق يا استاذ. من هون لبكره الصبح ان شاء الله بيكون تحسن. الله يسمع منك. لذلك قوموا خليني اوصلكم على البيت وبكره الصباح رباح. بركي صار له شيء بغيابي. يا كندا ما راح اترك السيد عمر، اطمني ما راح اتركه. قوم يا عميم، قومي خلينا نروح. يلا. القعده هون ما راح تفيد. يلا يا جماعة. ايه استاذ شو صار معك؟ ظبطت لك اياها على الداير مليم. باذن الله بتروح على تركيا وترجع، ما لازم تقول اللوم. زين ايش تأمر؟ يا استاذ لو ما كرامتك غالية ما بطلع بنص هالليل. لو مين من اجا؟ هاي الف وهاي الفين ليرة. منيح هيك؟ وهاي كمان الف، 3000. ماشي حال؟ الله يرزقك يا استاذ. عراسي يا استاذ، الله يكتر خيرك تروح ترجع بخير وسلامة. الهي الشمال استاذ مطر عند هالارمة هون؟ ايه استاذ مطر اكيد بقيان بلا عشاء. ايش رايك تنزل تتعشى؟ ما مشكله مدام، ما مشكله. ويمكن كمان بلا غدا، ما هيك كندا؟ ايه طبعا تفضل استاذ مطر. لا بدي ارجع على المستشفى، ما بدي اتاخر على الوالد. ما بنأخرك، الاكل جاهز، منسخنه ومنتعشى
ولا ما بتحب الأكل الحلبي؟ عوز بالله، مين ما بيحب الأكل الحلبي؟ أي الله، تفضل لك. طيب ماشي، يلا. تفضل استاذ مطر. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك، شرف. اعتبر حالك ببيتك استاذ مطر. تسلمي لوين؟ اشتغل. لا، انت بركي ارتاحي. بدي اساعدك. لا لا، ايش تساعديني؟ صار لك كم ساعة بين طريق السفر ووقفة المستشفى؟ اصلا ما في شيء تساعديني فيه، هي هالطبخة راح بحطها على النار وبرجع لكم. واخ علي، عمر طلبها كان مشتهية. ولا يهمك، بكره باذن الله بفز من الصبح مثل الحصان، نخلي له منه وبياكل ان شاء الله. الله يسمع منك يا سيد مطر. يا رب. يلا بالاذن. شبكي كنداعدي؟ لا تخافي. من ايش بدي اخاف؟ على فكره اللهجه الحلبيه بتطلع حلوه كثير معك. بس اجي لحلب بصير احكي حلبي، وبس ارجع على الشام بصير احكي شامي، ليش ما بعرف. عجبتني بس ارجع على الشام. شلون يعني؟ يعني احساسك بالشام احساس الانسان اللي مقرر انه يكمل بقيه حياته فيها. يعني حلب صارت بالمقام الثاني. انا بموت على حلب، بس ايش اعمل لاهل الشام يلي اخذوا العاصمه منا؟ الله يسامحهم. يعني مقرره تبقي بالشام؟ درست بالشام وشغلي بالشام، زائد اني بحب الشام. والشام كمان بتحبك. الشام بتحب كل الناس، يمكن كل العواصم هيك. يعني انتي بتحبي الشام بس لانها العاصمه؟ بجوز، يمكن على الاكثر. هي لعنه العواصم يلي بعيش فيها، صعب انه يزبط مع غيرها. بتعرفي منين جايه كلمه عاصمه؟ بس إذا فتحت القاموس على كلمة عصمة ومشتقاتها بتلاقي إنه فعل أعصم به أي أمسك به ولزمه، وفعل اعتصم به أي استمسك به ولزمه. بعتقد إن هون جاي معنى العاصمة، لأنه بتتمسك بالواحد وبتخليه بدون إرادته يلزمها وما يقدر يعيش بدونها. أنا لو كنت محل نزار أباني ما كنت قلت حبك خارطتي، كنت قلت حبك عاصمتي. الظاهر كان عندك طموح تصير شاعر. ليه؟ لأنه دايماً بيجي عبالك تغير كلام قاله حدا غيرك. مرة غيرت للمتنبي يمكن، وهلأ لنزار أباني، وبكرة ما بعرف لمين، فأشو القصة؟ مظبوط. يمكن لأني بكون عم أبحث عن المعنى الأنسب لموقف عم واجهه، أو حالة عم أعيشها، أو لمشاعر مستحوذة علي استحواذ كلي. ليش عم تضحكي؟ كتير بتحكي بالفصحى. طالما أنه قدرت خليكي تضحكي معناها هذا أحسن إنجاز عملته اللغة العربية الفصحى من أيام الفراهيدي لهلا. إن شاء الله يعجبك أكلنا يا أستاذ مطر. بدون ما أدوقه متأكد إنه أطيب أكل بالعالم. الأكل ما بصير طيب إلا مع الناس الطيبين يلي مثلك. هذا ذوقك ولطفك يا مدام. رح أجيب الباقي. العمي باين تستويت منيح. كسب حليف جديد بيعني بالمقابل بلبلة على الجبهة المعادية.
الله، لا يعلى على الكبة الحلبية. دخلك مدام، شو هالخلطة السحرية اللي بتستخدموها بتخلي الواحد يبكي وهو عم ياكل؟ إن شاء الله ألف صحة وهنا يا ابني. أنا ضليتني بعيد عن البلد شي 20 سنة، وصلي راجع تقريباً سنة هلا، بس بصراحة ما حسيت إني رجعت لليوم. أستاذ مطر، أنت عم تبكي؟ كل حق عليك لعمتك. أستاذ مطر، أنت دخلت لجوات جوات قلبي بنبلك وشهامتك وقلبك الكبير. العفو العفو يا مدام العفو، هذا ذوقك ولطفك. مانك خسران شيء إذا بتقلي يا عميمي. بالعكس، كن كسبان، كسبان كتير. صدقوني يا جماعة، هي أول مرة بحس بهذا الدفى، وأنا آسف يعني، يمكن الظرف أبداً ما له مناسب، والله يقومه للسيد عمر بالخير والسلامة. الله يسمع منك يا ابني. بس صدقيني يا عميمي أنه أنا سعيد، وسعادتي فوق ما بتتصور، فوق ما بتتصوره بكتير. كندا وحيدة؟ وحيدة تقبر عظامي، كان عمرها 3 سنين لما أمها تركت البيت وراحت. تركت البيت وراحت؟ بعد ما هاجروا أهلها على أستراليا ضاقت عليها الدنيا، ما قدرت تقعد بلاهن، حاولت تقنع عمر إنه يهاجر معها، عمر ما قبل، قال لها ما بترك وبهاجر، وقامت راحت لحالها. وتركت كندا؟ رادت تاخدها معها بس عمر ما كان يوافق، روحه معلقة فيها ومتجوز كرمالها. وأمها لكندا في أخبار عنها؟ كل يلي منعرفه عنها إنها تجوزت ابن خالة وجابت منه أولاد. يعني كندا عندها أخوات. بزعل منك ها؟ كندا ما إلا غير أنا وأبوها. ويا حسرتي، حتى أبوها عمل لها مشكلة من وقت ما وعيت عالدنيا وهو مريض بالمستشفى، لهيك بتضل خوفانة إنها تفقده مثل ما فقدت أمها. الله يسامحها لمير فات، هي اللي وصلتنا لهون وهي سبب مرضة عمر. يا حسرتي راحت على كندا، ما تهنت لا بأب ولا بأم. بركة فيك يا مدام. إيش قلنا؟ عميمي. عميمي، بحمد ربي يا ابني على قسمتي ونصيبي، يمكن الله ما كتب لي اتجوز مشان اربي هالبنت واعتني فيها، لانه هي يا حبيبتي انحرمت من الحنان والامان، مشان هيك بتلاقيها دايما خوفانه وبتغرق بشبر مي ومين ما كان بيلعب بعقلها. كندا محتاجه رجال حقيقي يعتني فيها ويكون إلى سند ويستاهله، لأنه ما في لا أحلى ولا أرق منا بين البنات. ما في مثل الشاي بعد الأكل الدسمة، ما هيك أستاذ مطر؟ كندا، أنت إلي.
مساء الخير سيد عمر. يسعدني إلك إنه مرضك هذا كان أهم فرصة لحتى أقرب من كندا. بتمنى تضلك على هالحالة كمان كم يوم لحتى أضل قريب من بنتك، لأنه مشاعرها بحاجة لعناية مركزة تماما مثل دماغك. يمكن لأنها هدف مو سهل، بس أنا مو بس بحب الصيد، أنا كمان قناص ماهر. أنا عندي هوايتين بهالدنيا، الصيد واللعب بالكلام. تصبح على خير. ما جعلوا خير. ألو؟ ألو؟ مساء الخير. هون بيت السيد عمر أصيل؟ إيه هون. مين عم بحكي؟ أنا صافي حلمي. ممكن أحكي مع الأنسة كندر لو سمحتي؟ وبتشوف حلوة يا أستاذ صافي إنه تتصل بمثل هالوقت؟ ما بصير هيك عمام. كني ما بتعرفي إنه أبوها بالمستشفى وإنه ناطرين منه خبر؟ بتعرف إيش سويت؟ حليت لي ركبي. افتكرت عمر صار له شي لا سمح الله. بعدين كندا نايمة ما بتقدر تحكي مع حدا. مع السلامات بأمان الله. ليش حكيتي هيك عميم؟ ايش بتريدي احكي يعني؟ مو على بنا لا بقى تشوفي ولا بقى تحكي معه؟ هذا الوعد يلي وعدتيه لأبوكي؟ بتعرفي اذا دري أبوكي بتجيبي له مصيبة فوق مصيبته. صافي كندا صافي لا تزعل من عمتي، هي اعصابها تعبانه شوي. كندا بدي اشوفك، ما عاد تقدر بعد عنك. رح ناخذ بابا على الشام بكره وبشوفك هونيك. كندا انا بحلب. حلب؟ صافي انت بحلب؟ ليش ما قال لك مطر؟ ليش مطر بيعرف انه انت بحلب؟ انا اتصلت فيه وقلت له اني عملت حادث بسيط بالسياره، ما قال لك؟ عملت حادث صافي؟ كندا لا تخافي، أنا ما صار لي شيء، بس مستغرب ليش مطر ما خبرك. الحمد لله على سلامتك. أنت وينك هلا؟ لحظة بس حتى أسأل، شو اسم هذا المحل؟ اسمك الشموع. الشموع؟ صافي شو قال لك؟ الشموع؟ إيه؟ ما عم صدق صافي، مو معقول. بيني وبينك تقطيعة شارع بس. كندا أنت شو عم تحكي؟ صافي بتقطع الشارع. بتوقف على زاوية السبيل الحديقة اللي قدامك. شو؟ بطلع من محل وبمشي على اليسار. ايه؟ لا جنينة؟ طيب امشي شوي لقدام. صافي انا شايفتك هلا، وقف عندك. وقف 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 هون. ايوه اطلع على البناية اللي قبالك، الطابق الثالث. انا هون. صافي في وحدة واقفة على البلكون لابسة بيجامة زهر وحاملة بإيدها تليفون وعم تحكي مع أهم إنسان بحياتها وعم تقول له بحبك قد حلب والشام والدنيا كلها. كندا زين. Ha ha ha!
انت عم بعديني عنك. حتى لو بعدتك عني انت ما لازم تقبل. كنت لازم تحسسني انك ما بتخلى عني لو شو ما صار يصير، فهمت؟ وحياتك انا ما رح اتخلى عنك، واذا بدك هلا بنتزوج. هو ابي اللي جايته جلطه دماغيه. سلامته، ان شاء الله بيقوم بالسلامه. الاستاذ مطر قاعد عنده بالمستشفى. ليش؟ على اساس شو؟ شافنا اثنين نسوان لحالنا حب يساعدنا، كرم اخلاق. ما كان رايك فيه هيك من قبل؟ انسان ضحى بوقته وراح توصلني بكل اكابريه على حلب ووقف معي بالمستشفى، ما فيني الا اعترف بشهامته ونبي. اصلا ليش لحتى يوصلك هو على حلب؟ لانه اللي كان بدي اياه يوصلني ما كان فاضي لي، كان فرحان بابنه عم ياخذه مشاوير. كندا، انت عملتي هيك مشان تجاكريني؟ لا امبلا. شفتي؟ وعمتك يلي بهدلتني على التليفون، شو كان رايها؟ عزمته لعنا على العشاء. حبيبي حبيبي، الاستاذ مطر قاعد عم يتعشى عندكم وانا ملطوع بهالشوارع. ما لقيتها حلوة عمتي انه ضل كل النهار بلا اكل، حرام. مزوقة عمتك، مزوقة كثير وبتحبني. صافي غرت؟ ايه غرت. يعني بتحبني؟ بحبك بس كمان بخاف عليك، وعندي احساس بالمسؤولية تجاهك. لا تخاف علي، انا جدع وبعجبك. بعدين الاستاذ مطر عن جد وصلني بكل اكابرية على حلب، عن جد صافي. ماشي، المهم هلا بابا يرجع يتحسن وارجع اشوفك فرحانة ومبسوطة مثل الاول. صحيح كندا، ما قلتي انت كيف التقيتي بمطر؟ صدفه يعني؟ لا مو صدفه، الاستاذ مطر اشترى شركه الاعلانات اللي بشتغل فيها تبع صديقك وضمها لشركته، يعني هو هلا مديري. مديرك؟ الحمد لله على السلامه كندا. الحمد لله اللي سمعت صوتك يا عمر، ان شاء الله ما بنحرم منه يا اخوي. شلونك خيطة؟ اذا انت بخير انا بخير. صار لي يا دكتور. الاستاذ مطر مدير كندا بالشغل، هو اللي وصله من الشام لهون لحتى تضل جنبك، وترك اشغاله واعماله وسهر جنبك مشان يطمن عليك. مالي عرفانة شلون راي أرد له هالجميل. ولو يا ست عفاف، أعوذ بالله، هذا واجبي. بدل أنسى كندا من أميز الناس اللي بيشتغلوا عنا بالمكتب، وأنا بصراحة بيهمني كتير تكون مرتاحة وبلا فاضي مشان تقدم أحسن ما عندها، لأنه نحن بحاجة إلها، وبصراحة يوم عن يوم عم يكتشف إنه المكتب ما بيمشي بدونها. كتر خيرك يا ابني. كمان راي ياخدك عالشام لحتى تكمل علاجك هنيك. لو سمحتوا ممكن تتركوا لحاله لانجازه للسفر؟ خذ راحتك دكتور. انا راي اجيب له اغراض ولعمر، تركتهم بالامانه عن اذنكم. اذنك معي فدا. ليش ما قلت لي انه صافي اتصل فيني لحتى يطمن علي؟ قال لك انه عامل حادث سيارة؟ قال لي. طيب شلون بدي اقول لك انه صافي عامل حادث وانت بهالحالة التي لا تحسدي عليها؟ خاصة اني بعرف قديش صافي عزيزة عليك. واكثر من عزيز. شفتي شلون؟